ها؟ الماء مقطوع؟ ها؟ عمر، هنا، لن يكون لدينا ماء غدا، علينا ترشيد استهلاك الماء، فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء. تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء. لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا. ها؟ لا. إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد. الله يحب الشاكرين. حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه. والآن حان وقت النوم. تصبحين على خير يا أمي. عمر، ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه. لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا. هاي. ها. ها؟ انقطع الماء. هنا، انقطع الماء. ها؟ أترين؟ لا يوجد ماء. هنا لا يوجد ماء. أمي، انقطع الماء. ها؟ ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني. لا تقلقا، احتفظت ببعض الماء. رشد استهلاك الماء كي لا ينفد أبدا. استهلك ما تحتاجون ثم أغلق الصنبور. ياي، نحن ضفاف. ها؟ أها. أمي انظري إلينا، نجمع مياه الأمطار. حين نجمعها في دلاء سنستخدمها ثانية. هيا جميعا رشد استهلاك الماء، لنكن شاكرين ونعم الله رائعا. هاي عمر، أغلق الصنبور، أنت تسرف في الماء. لا بأس، أمي احتفظت بالماء، مؤكد لدينا الكثير منه. صحيح. عمر، هنا، تعالا لتأكلا. نحن قادمان. ها؟ ما الأمر يا عمر؟ ها؟ ها؟ لقد انقطع الماء. ماذا؟ انتظري، جمعنا ماء المطر، صحيح؟ نعم. ها؟ أين ماء المطر؟ استخدمته في غسل الملابس. ما الأمر؟ أمي، ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. كيف سنستحم؟ أمي، ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء. ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبور والماء الذي احتفظنا به. لا، لا نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا. ستصبح رائحتنا نتنة. عمر، ألم تستهلك الماء بحذر؟ آسف يا أمي، نسيت إغلاق الصنبور قبل النزول. وأنا أيضا آسفة. ها؟ يبدو أنها شاحنة نقل الماء.
ها؟ يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة. ياي، الحمد لله. تذكرا، علينا ترشيد استهلاك الماء. إن الله يحب الشاكرين. إن شاء الله، سأقتصد في استهلاك الماء. وأنا أيضا. واو واو واو. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا أسرفنا في الماء فإنه سوف ينفد؟ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء. الله يحب ذلك. الحمد لله. سلحفاة مسكينة. واو، انظري يا أمي. إنه يوم ممتع. ما أجمل النزهة على الشاطئ لنبني قلعة رملية. يوم كبيرة. نفاية؟ هي هنا، أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات. أحسنت صنعاً. هنا هنا، تعالي بسرعة. ها؟ حسناً. ها؟ ها؟ أبي؟ 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 ها. أبي. ها، ما هذا؟ ها، نفاية. انظروا حولنا. أها، هيا نجمع كل النفاية ونضعها كلها في الأكياس. نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأسماك وتسبح هنا. ها؟ الأسماك؟ نعم، فالأسماك تعيش هنا. ليس الأسماك فقط، بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة. حيوانات كثيرة. لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ محزن جداً. لذا عليكما ألا تتركا النفاية هنا. حسناً. ها؟ هاي، انظروا هناك. ها؟ سلحفاة؟ ها؟ سلحفاة؟ دعنا نرى، دعنا نرى. ها؟ سلحفاة مسكينة. أيمكنك إحضار سكين؟ دقيقة. سلحفاة مسكينة، اصبري قليلا. حسنا. آه.
الحمد لله. نحاول مساعدتك. عمر، هل أحضرت لي منشفة؟ نعم حسنا. هذا مؤسف. اصبري قليلا بعد. ها؟ الحمد لله. لهذا علينا ألا نترك النفايات في المكان. وداعا يا سلحفاة، نراك ثانية، انتبهي لنفسك. لا تأكل النفاية ثانية. لقد تضررت الأرض كثيرا، وكل ذلك بسبب البشر. سلحفاة مسكينة. يا أصدقاء، لا تتركوا النفاية على الشاطئ، وإلا سيتسخ البحر، وهو موطن لحيوانات كثيرة. سنساعدها إن أبقيناه نظيفا. الله يحب ذلك. الحمد لله. لننظف المسجد. أو يا أطفال، هل أحضرتم كل ما طلبته؟ نعم، أدوات التنظيف. أحسنتم، اقترب شهر رمضان، لذا سننظف المسجد جميعا. إذا واظبنا على تنظيف المسجد فسوف يمنحنا الله قصرا في الجنة. القصر هو عبارة عن بيت ضخم. أستاذ، أستاذ، هل ستكون فيه قطط نلعب معها؟ هل هناك طائرات وصواريخ؟ أسماك قرش وديناصورات؟ ماذا عن الشلالات؟ كل ما تتمنوه. فيه ما ذكرتموه من أشياء أو ألعاب، وكل شيء نحبه. واو! كل ما نحبه. ستكون هناك أشياء تفوق خيالنا. واو! أريد أن أنظف المسجد، أنظفه جيداً، حينها سأحصل على قصر. رائع، لنقوم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. ننظف لنزل كل شيء ونكنسه. ابتعد. ها؟ ما هذا؟ ها؟
النجدة، ساعدوني! النجدة، النجدة! توقفوا! ها؟ ما شاء الله! الله أكبر! أرأيتم؟ امسحوا هكذا، حسناً؟ حسناً أستاذ! سأمسح الزجاج وأجعله يلمع، حينها سأحصل على قصر. رائع! لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف، ننظف، امسحوا امسحوا وافركوا. الله أكبر! ماذا؟ أوبس، سأمسحها حسناً؟ آسفة، لم أقصد ذلك. لا بأس، لنخرج القمامة الآن. ستساعدينني يا هنا؟ بالطبع، أريد أن ألتقط القمامة. ألتقطها كلها، حينها سأحصل على قصر. إن شاء الله. رائع، لنقم بذلك. لنرتب المسجد وننظف. أوه، ها، سألتقط القمامة كلها. ها، هيا. حسنا، نجحت. سألتقط القمامة وأنظف المسجد وأحصل على قصر. أه؟ إن شاء الله. آسفة صوفي، سألتقطها كلها حسناً. هنا، لما تبدين حزينة؟ أفسد كل شيء على الجميع لأنني لا أعرف كيف أرتب. الله لن يحبني، لذا لن أحصل على قصر في الجنة. هنا، هنا، من قال إن الله لن يحبك؟ ها؟ مع أنك تعانين، فإن الله يحبك لأنك تنظفين المسجد قدر استطاعتك. أنا واثق من أنك ستحصلين على قصر في الجنة إن شاء الله. هذا صحيح. حقاً؟ الله لطيف جداً. أستاذ موسى، عمر، لننظف المسجد. واو، المسجد نظيف جداً. أحسنتم، أنا فخور بكم حقاً. إن نظفنا المسجد سننال بركات الله وقصرا في الجنة إن شاء الله. السلام عليكم. أتعلمون؟ حين نعتني بالمسجد سيمنحنا الله قصرا في الجنة. لذا لنصلي معا ونقرأ القرآن ونتلو الذكر وننظف المسجد. الحمد لله. يا أطفال، سنزين اليوم غرفة الصف. ياي! لذا
لدي مهمة خاصة لكل منكم. ها؟ أريدكم جميعاً أن ترسموا أي شيء تحبونه على هذه الورقة، وستعلق أجمل لوحة على حائط غرفة الصف. واو، رائع! أرسموا معاً بشكل جميل. سأذهب وأحضر زينات أخرى. حسناً آنسة ليلى، ماذا سنرسم يا أصدقاء؟ أريد أن أرسم رجلاً آلياً. ها؟ وأنا سوف أرسم سفينة. ها؟ ما رأيكم ببطل خارق أيضاً؟ لا لا يا رفاق، الديناصورات رائعة، لنرسم جميعاً ديناصورات. لكن عمر، رائع. قبل البدء ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسناً، لنرسم. ماذا سنرسم؟ أريد أن أرسم أرانب. وحش، سأرسم وحشاً. سأرسم الكثير من الأزهار الجميلة. لنرسمها جميعاً معاً. هيا، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس الخارق ينطلق للإنقاذ. دعوني أقول لكم جميعاً، هذا ليس ديناصوراً، لكن لا يا صوفي، هكذا يرسم. حسناً. يا بنات انظرن، أليس وحشي رائعاً؟ واو، له عيون كثيرة. دوري، أرنبي له قدمان مميزتان. إنهما ضخمتان. هذا صحيح. لا 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 لا. ها؟ فارس، الديناصورات لا تبدو هكذا. تبدو هكذا، أترى؟ لما لا ترسمها بنفسك إذن؟ لن أرسم بعد الآن. فارس، هي فارس، انتظر. فارس، اندرا. هي صوفي، ارسم هكذا. ها؟ سأذهب وأجلس مع فارس. هي صوفي. نرسم بسعادة. الرسم معاً أكثر متعة. فارس، اندرا، صوفي، تعالوا معي لنرسم سفناً ورجالاً آلياً وأبطالاً خارقين. أنا آسف يا أصدقاء، أرجوكم أرسموا معي. نحن نحبك يا صديقي وتسعدنا صداقتك. رائع، لنرسم ثانية. نرسم بسعادة. انتهينا، الحمد لله. أنسة ليلى، انظري. ما شاء الله، كلتاهما جميلتان، جميعكم تجيدون الرسم. هذا صعب.
حسناً، أفضل لوحة ستعلق على حائط غرفة الصف هي... شكراً أنسة ليلى، نراك غداً. لا 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 لا، حين نكون لطفاء معا سنشعر بسعادة. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أن الله يكافئنا على لطفنا وعلى حسن معاملة الآخرين؟ إذن لنكن لطفاء مع الجميع. الحمد لله. اغسل يديك. اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. آمين. سأمسك بك يا ميمي. هاي، توقف المطر. ياي. أمي، أبي، سنلعب في الخارج. انتظرا لحظة. ها؟ ارتديا هذه أولا. ها؟ حذائين من المطاط وسترتين مطر. كي تحميكما من الاتساخ، فالله يحب النظافة. أوه، حسنا يا أمي. نشعر بالسعادة حين نلعب بعد المطر، لكن ابقى يا نظيفين. لدينا الكثير من التوت، نقطفه من الشجرة. عليكما غسله أولا. ها؟ لماذا أبي؟ لأن عليه جراثيم. ماذا؟ جراثيم؟ كان على الأرض، لذا فهو متسخ. الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة، وقد تجعلكما تمرضان. نمرض؟ هذا يعني أنني لن أستطيع اللعب. لكن لا أرى أي جراثيم على التوت. أها، لنلقي نظرة عن قرب. سأجعلكما تمرضان تمرضان تمرضان. لا أريد أن أمرض. إن أردنا ألا نمرض ماذا نفعل؟ نغسل أيدينا. أيدينا؟ نتخلص من الأوساخ لتبقى نظيفة. نظيفة؟ نظيفة جدا. نغسل التوت ونقضي على الأوساخ، وقبل الأكل نتخلص من الجراثيم. واو، إنه نظيف جدا. بالتأكيد، الله يحب أن نكون نظيفين. الحمد لله، الفطيرة جاهزة. أوه، هيا نأكل. اغسلا أيديكما قبل الأكل، حسناً؟ حسناً. ها؟ ميمي؟ إيه. عمر، هنا، تعاليا لتأكلا. أنا قادم أبي. الفطيرة لذيذة أمي. ها؟ سأعطيك بعضا منه يا هنا. من الجيد تناول الفاكهة، فهي تجعلنا أصحاء.
حين نكون أصحاء يمكننا اللعب. خذي يا هنا تناولي المزيد. إنه الصباح هنا، لنذهب ونلعب. ها؟ ما بك يا هنا؟ أمي، أبي. عمر، هنا، ماذا يجري؟ حرارتها مرتفعة. هنا، ما الأمر؟ أتؤلمك معدتك؟ أي يؤلمك شيء آخر؟ حين أسعل. كيف مرضت يا ترى؟ الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة وقد تجعلكما تمرضان. لا! أمي، أبي، أنا آسف جداً، أنا تسببت بمرض هنا. ها؟ ناولتها بعض البطيخ لكنني لم أغسل يدي. لا عليك يا عمر، في المرة القادمة اغسل يديك. صحيح، كي لا نتسبب بمرض أحبائنا. حسناً، هنا، أنا آسف جداً، سأقطع وعداً، سأغسل يدي حين تتسخ، أغسلهما يومياً بالصابون وأقضي على الجراثيم. لنحافظ على نظافتنا ولنتخلص من الأوساخ حتى نبقى أصحاء. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أنه عليكم الحفاظ على النظافة وغسل أيديكم كي لا تمرضوا؟ الله يحب ذلك أيضا. الحمد لله. واو، ماذا تبيعان؟ العصير اللذيذ. اشتروا عصير الفاكهة. واو، يبدو لذيذا. أهلا، ماذا تريد؟ أها، أريد عصير البطيخ. بالتأكيد، لحظة واحدة. تفضل سيدي. هذا ليس عصير بطيخ، إنها صلصة حارة. لعبة المجاري رائعة. لما لا نبيع عصير الفاكهة؟ لنفعل ذلك. لنبيع عصير الفاكهة. عصير لذيذ، اشتروا منا عصير الفاكهة. سينتشر الخبر. حسناً جميعاً، انظروا إلي وقولوا عصير لذيذ. عصير لذيذ. هاشتاغ عصير لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ موسى، اشتري العصير اللذيذ. يبدو لذيذاً، أريد كأساً. بالطبع أستاذ. نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. إنه جاهز. شكراً أستاذ، على الرحب والسعة. من عثر عليها يأخذها. أستاذ موسى، انتظر. عمر، هنا، هذه ليست نقودنا، علينا إعادتها، علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا. بسم الله. سبحان الله، لذيذ جدا، علي نشر الخبر.
اشتروا عصيرنا سوف ينفد كي لا يفوتكم. اشتروه الآن، عصيرنا نبيل. عمر، إناء النقود مملوء، أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض؟ بالطبع يا أبي. أوه لا، سينفد العصير، ماذا سنفعل يا عمر؟ نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير، إنه جاهز. أها، أعرف ماذا سأفعل. نضع بعض العصير ونملأه بالثلج، إنه جاهز. كلما بعنا عصيراً أكثر ربحنا مالاً كثيراً. ياي، اشتروا العصير اللذيذ. واو، ما هذا الصف؟ مرحباً عمر وهنا، ماذا يجري؟ مرحباً رافن، نحن نبيع العصير. إنه لذيذ جداً. أتريد كأساً؟ سأشتري كأساً. بالطبع، تفضل. ها؟ هل نفد؟ إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر. عصير فاكهة لذيذ، اشتروا العصير. ها؟ نفد؟ لم يكن كثيراً. اشتروا العصير، عصير فاكهة لذيذ. هذا غير معقول. ها؟ ماذا يجري؟ هناك مشكلة؟ الكأس مملوء بالثلج. آسفون، سنستبدله بكأس آخر. آسفون، كأس آخر. عمر، هنا، ما الذي حدث؟ وضعنا عصيرا أقل ومزيدا من الثلج لنجني مالا أكثر بكثير. عمر، هنا، كونا أمينين في التجارة وكونا صديقين. ها؟ حتى تكسب رزقا حلالا. لا مشكلة في أن تربح أكثر، لكن تذكرا أن تكونا أمينين. فكرا، نفكر فيما ستشعران إن كان العصير قليلا أو طعمه سيء. فكرا، سنفكر في العصير الذي الذي سنبيعه إن كان لذيذا سيشتريه الجميع. فهمت، سأكون أمينا منذ الآن. وأنا أيضا. كي يبارك الله في رزقنا. ها، ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعت النقود. لكنه كان هنا. هي، هذا ليس. عمر، هنا. ها، سأعيد لكما كيسكما. اعذراني، أخذت كيسكما بطريق الخطأ. ياي، شكرا جزيلا رافن. كم أنت أمين يا رافن. نعتذر يا رافن، لم نكن أمينين. قدمنا لك القليل من العصير. لا بأس، لا عليكما. تفضل، عصير على حسابنا. واو، شكراً لكما. حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة. الله يعلم الغيب ويرى كل شيء. إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا. الحمد لله. السلام عليكم. وعليك السلام. هاي راجو، لما حضرت راجو؟ أين رافن؟ رافن لديه موعد مع الطبيب،
لذا طلبت مني أمه الاعتناء براجو. مرحبا راجو. ها؟ أين مصاصة راجو؟ سأبحث عنها. هنا عليك أن تكوني لطيفة معه. حسنا. وجدتها. راجو لطيف، أنت تحبها صحيح؟ هيا عمر وهنا العبا مع راجو، المشاركة ممتعة تسعدنا جدا. واو، المشاركة ممتعة لنلعب سويا. المشاركة ممتعة تفرحنا دوما. سأشارك راجو بألعابي حتى يضحك بسعادة. المشاركة ممتعة الحمد لله. أحسن التصرف، سأعد العشاء. حسنا أمي. راجو هذا مقرف، سأخبر أمي. أتعرفين ماذا فعل راجو؟ انتظري يا هنا، أبحث عن علبة ذرة. ها؟ راجو؟ راجو رائع ولطيف، انظر راجو ديناصور. راجو غير سعيد. ما الأمر يا عزيزي؟ مصاصته ضائعة، سأبحث عنها. بيكابو. راجو لطيف وسعيد. هي إلى ما تنظر، إلى ما تنظر. راجو ينظر إلي. خداك مقتنزان. ها؟ أخبرتك أن تتعاملي مع الطفل بلطف. راجو مسكين راجو. تفضلي أمي. ها؟ راجو، راجو لطيف. راجو قل راجو لطيف جدا. ها؟ هنا؟ ها؟ راجو راجو لطيف. ها؟ بنغالي. ماذا يجري؟ راجو وضع بينغو في فمه، هذا مقرف. هانا دعيه يلعب، سنغسله لاحقا. لكني أشارك كل شيء، أشارك كتبي وألعابي، حتى أن علي أن أشاركه أمي. أنا أكره المشاركة. ها؟ هانا عليك أن تحبي المشاركة، أخوك عمر يحبها ووالدك يحبها وأمك تحبها أيضا، أنت تحبينني أليس كذلك؟ كثيرا. عانقيني عزيزتي. لا أريد أن يشاركني أحد فيك، أريدك لي فقط. هانا المحبة تزداد حين نتشاركها مع الآخرين، المحبة تكفي الجميع. أما زلت غاضبة مني؟ لا. هيا لنلعب، لا داعي للبكاء عزيزتي. رور رور. ما تريد مشاركتي بها؟ أنت لطيف، لكنني أصبحت كبيرة، لم أعد أستخدمها.
المشاركة ممتعة لنلعب سويا. المشاركة ممتعة تفرحنا دوما. سأشارك راجو بألعابي حتى يضحك بسعادة. المشاركة ممتعة الحمد لله. الحمد لله. أوه راجو لطيف. السلام عليكم يا أصدقاء، لقد علمتنا أمي المشاركة. شاركوا أشياءكم ومحبتكم لتسعدوا الجميع. الحمد لله. أمي، أبي، ماذا تفعلان؟ اسمعا يا عمر وهنا، صوت الطبيعة خلقه الله، رائع سبحان الله. في جميع أنحاء الكون تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. مالح جدا. يم يم. ها؟ ما هذا الصوت؟ يم يم. أمي، أبي. ها؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات. لا شيء هنا. لا شيء؟ لنستعد، يكاد يحين وقت المغرب. حسناً. ها؟ ما هذا الصوت؟ عمر، هنا، لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تمزح. أنا خائفة. لا تخافا، أمكما وأبوكما هنا. انظرا يا عمر وهنا، الضفدع خلقه الله. ضفدع لطيف جدا، رائع سبحان الله. واو. ها؟ ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر. انظرا يا عمر وهنا، البومة خلقها الله. واو، إنها بومة. رائع سبحان الله. لم يعد الصوت مخيفا. بل هو جميل. الحمد لله.
ها؟ ما هذا الصوت؟ ها؟ ها؟ أمي، أبي، أنا خائفة حقا. لا عليك، أمك وأبوك. سناجب طائرة. أوه، عمر، هنا، أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعاليا معي. واو! سبحان الله. الله إلهنا وليس كمثله شيء. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تسبح الله وتعبر عن حمدها له. لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات. الحمد لله. أنا الأكبر. رائحة الدجاج لذيذة. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. أبي، أريد بعض العصير. انتظر يا عمر، أنا أسكب العصير لجدتك. لكنني عطش جدا. كن صبورا يا عمر، جدتك أيضا عطشة. احترم كبار السن وامنحهم دورك. احترم من هم أكبر سنا منك. كن مهذبا وعاملهم باحترام. الكبار أولان؟ تفضل خذها أولا يا عمر، وهذه أيضا. خذ اللعبة أولا. عمر، عمر، لنقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة تصبح وجها ثم أرسم الأذنين. ماذا ترسمين يا هنا؟ دائرتين للعينين. ها؟ أين القلم الرمادي؟ هاي، ها هو. ها؟ هاي، سأستعمله أولا لأنني الأكبر يا هنا. أوه، صحيح، حسنا. تعبت، سأفعل شيئا آخر. عمر، هنا، تعاليا، سأريكما شيئا. ترى. واو، صنعت الطائرة الورقية. شكرا يا أبي.
على الرحب والسعة، هيا لنطيرها. هيا يا أبي هيا. ياي. هنا سأطيرها أولا لأنني أكبر منك، صحيح؟ شكرا يا هنا. هيا اذهبي. عمر، هنا، لنلعب معا. حسنا. سبحان الله، ما أجمل المكان هنا، نركض هنا وهناك. عمر، أريد أن أطيرها. دوري دوري عمر. انتظري انتظري. آه أوه أوه آه لا أبي. آه لم ألعب. لا تقلقي، سأصلحها لاحقا. حسنا. لكنني أريد اللعب بالطائرة الآن. ما رأيك بهذا؟ يمكنك أن تلعبي. عمر، هنا، انظرا هنا. واو، صنعت لنا أرجوحة إطار. شكرا يا جدي. سأركب أولا. لماذا أنت أولا دائما؟ هذا ليس عدلا. انتظري يا هنا، أنا الأكبر، صحيح؟ هذا ليس عدلا. عمر، هنا، العبا معا بلطف، لا تتقاتلا. حسنا. عمر، لما لا تدع هنا تلعب؟ فهي لم تلعب بعد. لكن جدي، أنا الأكبر، صحيح؟ ألا يجب أن أكون الأول؟ عمر، بالطبع على الصغير احترام الكبير، لكن تذكر أن على الكبير أن يحب الصغير. قال رسولنا الكريم: احترموا كبار السن وأحبوا الصغار وامنحوهم الحنان. كم أحبكما يا عمر وهنا، ونحن نحبك ونحترم الكبار والصغار. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا يا جدي. على الرحب والسعة. عمر، هنا، أصلحت الطائرة الورقية. خذي العبي بها أولا يا هنا، هذا لأنني أحبك حقا. أحب الصغار وامنحوهم الحنان، واحترموا الكبار وسيرضى الله عنكم. أحبوهم واحترموهم وسيرضى عنكم الله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا إن أحببنا الصغار واحترمنا الكبار سيحبنا الله بالتأكيد، فلنحترم ونحب بعضنا بعضا. الحمد لله. قصة عمر وميمي. ولهذا أحب السناجب والأرانب. والطيور. والعناكب. حسنا، شكرا لك، فلتعيدي أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم. والآن دور عمر. السلام عليكم جميعاً. وعليكم السلام. أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي. ياي!
أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي. ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحبا. أمي انظري ماذا وجدت؟ قطة صغيرة. قطة؟ 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 يمكننا الاعتناء بها، القطة جميلة جدا. حين نعتني بالقطط سيباركنا الله. ها؟ لكن هنا أنا لا أحب القطط. لا بأس، ستحبها عندما تكبر. ها؟ هنا تريدين اللعب؟ هاي، أين ديناصوري؟ واو! ها؟ هاي، ما بك يا عمر؟ انظر، شعر على وسادتي، سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك اهدأ. لن أهدأ، لن أهدأ. القطة لا تعرف. صحيح، صحيح. أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان. كن صبورا يا عمر، تنظيفها سهل. حاول أن تسامح القطة، فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك. حاول أن تسامح القطة، فكر كم سنكون سعداء. الأمر ليس سهلاً. ماذا؟ لم تسامح ميمي الصغيرة؟ يا إلهي، انتظروا، لم ينهي عمر قصته. تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق. بحثت في كل المنزل لكنني لم أجدها. أين القطة؟ أين؟ أشتاق إليها كثيرا كثيرا. مي سأسميك ميمي. ميمي صديقين حميمين. نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة، سويا بسعادة.
أصدقاء، هل تعرفون أن تربية قطة قد تسعدكم كثيراً؟ مثل عمر، لأن لديه ميمي. الحمد لله. عمر، هنا، لنلقي السلام. ها؟ لا 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 لا. ها؟ 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 أها، السلام عليكم. ها؟ وعليكم السلام. هل ستذهب إلى مهرجان الكعك؟ سأذهب لاحقاً، علي إنهاء عملي أولاً. أوه، طاب يومك. شكراً جزيلاً، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي، من هذا؟ هل تعرفه؟ لا أعرفه، التقيته للتو. ماذا؟ لما ألقيت السلام عليه إذن؟ يا عمر وهنا، ألقيا السلام، سلما على الجميع، قد تصبح أصدقاء. أوه، نريد أن نلقي السلام أيضا. مهرجان الكعك. واو. أيمكنكم أخذه إلى هناك قبل المغرب حسناً؟ المغرب؟ المغرب هو وقت ما قبل الليل. أوه، حسناً يا أمي. السلام عليكم أستاذ موسى. الله أكبر. وعليكم السلام. كعك مجاني لذيذ، تعالوا إلى مهرجان الكعك. لا 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 لا. أوه، كعك كعك كعك. يا عمر وهنا، ألقيا السلام. حسنا يا أبي. سلما على الجميع، قد نصبح أصدقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عمر. وأنا هنا. وأنا يوكي. أوه، هل أنتما ذاهبان إلى مهرجان الكعك؟ نعم، علينا إيصال هذا الكعك قبل المغرب. تأخرتما، عليكما الذهاب. أوه، حسناً، نحن ذاهبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. واو، أصبحت لديكما صديقة جديدة. نعم يا أبي. ها؟ دعني أرى. بالطبع يا أبي. ها؟ كل المشاركين في مهرجان الكعك، أحضروا كعككم بسرعة، سنبدأ مهرجان الكعك بعد قليل. ها؟ ماذا سنفعل أبي؟ السلام عليكم. أوه، وعليكم السلام. ما الأمر؟ تحطمت عربتنا. أيمكنني إصلاحها؟ واو، بالطبع بالطبع. انتهيت، أصلحتها. الحمد لله. شكرا لك. لا بأس، أتريدون أن أساعدكم؟ هيا، تأخرنا. لا 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 لا.
سوف أكل الكعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم على كل واحد منكم. تعالوا جميعا وألقوا السلام وكونوا لطفاء كي يحبكم الله. واو! هنا، أين سلة الكعك؟ ها؟ 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 هناك يا أبي، ها؟ لا، بل هناك. لا أعرف أين هي. لا بأس عزيزتي، سنجدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هذه لك؟ وجدتها على أحد المقاعد. شكرا لك يا يوكي. تعالوا لتناول الكعك، لقد بدأ المهرجان. السلام عليكم. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أن إلقاء السلام يعبر للناس عن ودنا؟ صحيح، ونكون صداقات جديدة. الحمد لله. إن شاء الله. أملي أبي لنطير طائرتين الورقيتين. إن شاء الله بعد الظهر. حسنا. إن شاء الله. ماذا تعني؟ تعني إن أراد الله. ها؟ حين تعدى أحدا بشيء عليكما أن تقولا إن شاء الله. لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل، لسنا متأكدين. والدكما سيمنع التسريب، أنا واثق من ذلك. سوف أصلحها. أسعى يا أبي لنطير طائرتينا. نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله. ونحاول أن ننفذ وعدنا. نحن نخطط والله يقرر. لنقل إن شاء الله. عمر، هنا لنأكل. حسناً أمي. إن شاء الله. ها؟ عمر. إن شاء الله أبي. عمر، أنت وعدتنا وقلت أيضاً إن شاء الله. عليك أن تحاول فعل ما وعدت أن تفعله. لا بأس يا عمر، لا عليك، لكن كفى لعباً اليوم. سأتوقف الآن، كان علي الإصغاء، آسف لأنني لم أفعل. نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله. ونحاول أن ننفذ وعدنا. نحن نخطط والله يقرر. لنقل إن شاء الله. لنقل إن شاء الله. لنقل إن شاء الله. الحمد لله.